السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذن الله مع البارلل سيركت كالكيوليشنز. أنا عندي ثلاث أنواع من الدوائر الكهربية، يا إما تكون سيريز أو بارلل أو خليط من السيريز والبارلل. في حالة الدائرة السيريز فبيكون في مسار واحد لسريان التيار الكهربي، لكن البارلل بيكون عندي مجموعة من المسارات المختلفة. يبقى هنا بيقول لي إن البارلل سيركت has more than one path for the current flow. أهم ميزة في حالة السيريز إن التيار بيكون ثابت لكن الجهد بيتوزع، على العكس من البارلل سيركت. في حالة البارلل سيركت فإنه المفروض إن كل برانش، يعني فرع، يعني مثلا ما بين البي والإف بنسموه برانش، من السي للجي بنسميه برانش برضه، والدي والإتش والA والE، كل واحد من دول بنسميه برانش. فالمفروض ان الفولت ما بين اي نقطتين هنا او ما بين نقطتين بيمثلوا برانش بيكون ثابت، وهو بيمثل الفولت الخاص بالمصدر او السورس بتاعي. خلي بال حضراتكم بس هنا انه في المنطقة اللي هي من البي A E F لو اعتبرناها فرع فنلاحظ ان مفيش مقاومة، يعني مثلا من هنا لغاية هنا الجهد هو من السي للجي، هو من الدي للإتش، اللي هو برضو من الدي من البي اي اي اف. نأكد تاني، الفولت في حالة البارلل سيركت او في اي كلوزد لوب فان مجموع الجهود اللي موجودة عندي بيساوي الجهد المطبق على الدائرة. طبعا هو بيقول لي هنا ان الفولت الخاص بالسورس ده اللي هو الاي اي بيساوي الجهد على المقاومة ار واحد، اللي هو بيساوي الجهد على المقاومة ار اتنين، او الجهد على المقاومة ار تلاتة. وحنعرف نتعامل مع النقطة دي ازاي. يبقى هنا التيار بيتوزع، لو بصيت حضراتكم هنا للاي تي، اي تي مقصود بها التوتال، يعني الكل، التيار الكل اللي بيمر في الدايرة. التيار الكل ده بيساوي ايه؟ بيساوي التلات تيارات دول، لانه الثلاثه دول بيكونوا على التوازي. فمجموع الاي ار واحد والاي ار اتنين والاي ار ثري مجموعهم كلهم مع بعض هيديني التيار التوتال. طيب هنا بيقول لي التوتال ريزيستنس اللي هي المقاومه الكليه. انا عندي دلوقتي اكتر من شكل لقانون جمع مجموعه من المقاومات على التوازي. لو عندي الشكل دوت اللي هو مجموعه مكونه من عدد من المقاومات المتوصلين على التوازي، فالتوتال ريزيستنس هي الريسيبروكال فورمولا. ريسيبروكال يعني مقصود بيها معكوس او مقلوب، زي ما انتم شايفين كده ان الار اوف تي او اللي هي التوتال بتساوي واحد مقسوم على واحد على المقاومة الاولى زائد واحد على المقاومة التانية واحد على المقاومة التالتة. يعني عشان نحسبها رياضيا فاحنا بنقول هنا واحد على واحد على 90 كيلو زائد واحد على 45 كيلو زائد واحد على 30 كيلو. طبعا هو هنا بيقول لي ان انا ممكن استخدم آلة حاسبة اسمها TI-30 Calculators، والمفروض ان دي بيكون فيها function معينة او دالة معينة لإيجاد التوتال ريزيستنس، بس طبعا دي مش متوفرة معنا. طيب لو كان عندي مقاومتين اتنين وفقط فبيكون في قانون كده او صيغة مختصرة. يعني ايه المقاومتين دول؟ عشان نحسبهم نجيب التوتال ريزيستنس او المقاومة الاجمالية بتاعتهم، فبيكون حاصل الضرب على المجموع، يعني R1 مضروبة في R2 على R1 زائد R2. R1 هنا هيبقى 20 في 20 مقسومة على 20 زائد 20، يعني 400 على 40 هتديني 10 كيلو أوم. ده التوتال ريزيستنس، أو آسف 10 أوم. بيقول لي كمان هنا لو كانت المقاومات اللي موجودة عندي اللي هي متوصلة على البارلل مقاومات زي بعضها، يعني نلاحظ هنا ان المقاومة الاولانية هي R1 300 R2 300 R3 300، فان التوتال ريزيستنس بتاعتها بتساوي قيمة مقاومة منهم اللي هي 300 على عدد المقاومات اللي هو في حالتنا دي كان 3 مقاومات ده. يعني هنقسم 300 على 3 تديني 100 أوم. سواء القانون رقم 2 اللي هو الخاص بحاصل الضرب على الجمع، او اللي هو عدد المقاومات او اسف اللي هو قيمة المقاومة الواحدة على عدد المقاومات في حالة التماثل، فالقوانين دي كلها انا ممكن اجيبها من القانون الرئيسي. يبقى لو دلوقتي مجموعة من المقاومات المتوصلة على التوازي فالقانون هيكون واحد على
واحد على الار واحد زائد واحد على ار اتنين زائد واحد على ار تلاتة زائد واحد على ار اربعة الى ما لا نهاية. لو الاتنين دول اتنين فقط فالمفروض ان احنا بنقول حصل الضرب على المجموعة. لو كانت المقاومات متماثلة ومتوصلة على التوازي فالمفروض ان احنا بنقول قيمة واحدة منهم على عدد المقاومات. نيجي للتيار. طبعا احنا التيار في حالة البارلل سيركت بيتجزأ على المقاومات اللي موجودة عندي، وبالتالي التيار الكلي بيشمل مجموعة التيارات الفرعية. يبقى إذن التيار اللي بيبقى هنا اللي هو الـ I total هيساوي التيار اللي على الفرع الأول زائد الفرع الثاني زائد الفرع الثالث. خلينا نبدأ في العمليات الحسابية. أنا ملاحظ إن هو التمرين اللي بيشرح عليه هو نفسه اللي بيجيبه في الأسئلة بالظبط، فحضراتكم لو فهمتوا التمرين اللي احنا هنتكلم عليه يبقى هنحل كل التمارين اللي موجودة في الأسئلة بنفس النمط. عايز يوجد هنا ايه؟ بيقول لي هات لي البرانش كارنت، يعني انا عايز التيار اللي بيمر في كل فرع من الفروع اللي موجوده في المقاومه الموضحه امامكم. نلاحظ ان المقاومه هنا في الفرع دوت مثلا اللي هو من النقطه دي للنقطه ديت وبيمشي كده، بيمشي مثلا عن طريق المسار ده، مفيش هنا مقاومه لكن في بطاريه بس. طيب احنا عايزين نحسب الاي. طيب الاي ار واحد بيساوي الفولت على المقاومه. طيب فين المقاومة اللي موجودة في الفرع رقم واحد؟ المقاومة كانت 30 كيلو اوم اللي هي 30 كيلو اوم. طب فين الفولت؟ احنا عارفين انه في حالة البارلل سيركت فالمفروض ان الفولت من هنا لهنا اللي هو يساوي من هنا الى هنا اللي هو بيساوي من الجزئية ديت للجزئية دي، من النقطة دي للنقطة ديت او من النقطة دي للنقطة ديت او من النقطة دي للنقطة ديت اللي هو بيساوي الجهد الخاص بالمصدر اللي هو 60 فولت. يبقى احنا بنقول دلوقتي عندنا القانون كان بيقول لي انا عايز احسب التيار اللي بيمر في المقاومه الار واحد، هنقول بيساوي الفولت بتاعي على قيمه المقاومه اللي بتمثلها الار واحد. الار واحد كانت 30 كيلو اوم والفولت كان 60 فولت، نقسم ال 60 فولت على 30 وناكد هنا على نقطه. طبعا الكيلو كان ب 10 اس 3، يعني انا لو جيت وقسمت قسمت 30، عايز بس اوضحها لكم هنا، هنقسم ال 30 او اسف 60 مقسومه على 30 كيلو، يعني 30 في 10 اس 3، او خلينا نقول ان هي 30 الف. يبقى هنقسم 60 على 30,000، 1 2 3 كده هيطلع كام؟ هيطلع 2 من 1000. ال 2 من 1000 ديت اللي هي تعادل 2 ملي امبير، تعادل 2 ملي امبير على طول كده. طيب في الفقره الثانيه عايز يحسب التيار اللي بيمر في المقاومه اللي هي ار 2، يبقى هنقسم ال 60 فولت هنقسمها على ال 20 كيلو. اما تقسم ال 60 على ال 20 هيديك 3، والكيلو في المقام يبقى يديك ملي في البسط على طول. يبقى اذا التيار هنا هيبقى 3 ملي امبير. اللي بعده عايزين التيار اللي بيمر هنا، يبقى المفروض هنقسم الفولت اللي هو 60 فولت سليم مقسوم على 12 كيلو اوم. هتقسم ال 60 على 12 هتديني 5 ملي امبير. طبعا هنا بيقول لي خلي بالك ان الهايست كارنت اللي هو اعلى تيار هنا هيمر في المقاومه الصغيره. ليه؟ لان حضراتكم عارفين انه في علاقه عكسيه ما بين التيار والمقاومه. طيب لو التيار كبير يبقى المقاومه صغيره، لو التيار صغير يبقى المقاومه هتبقى كبيره. طيب التوتال كارنت اللي هو التيار الكلي اللي بيمر في الدايره، التوتال كارنت يبقى المفروض ان التيار اللي هيبقى جاي من هنا اللي هو نجيبه ازاي؟ اللي هو المفروض ان هو مجموع التيارات اللي موجوده عندي دي كلها اللي هو هيبقى 2 ملي و3 ملي و5 ملي، يعني يطلع 10 ملي. واللي احنا نجيبه ازاي؟ علشان نجيب التوتال كارنت في الدايره ديت فالمفروض ان احنا بنروح نجيب المقاومه الكليه. هنروح نجيب المقاومه الكليه، نجيبها ازاي؟ بنقول انه الار التوتال، طبعا المفروض ان التلات مقاومات دول على التوازي اللي هي ال 20 كيلو وال 30 كيلو وال 12 كيلو، هنقول بيساوي ونقول كده واحد، ونيجي هنا نعمل كده ونقول واحد على 12. الاولانيه كانت 12 كيلو مثلا، يبقى 12 في 10 اس 3 او اللي هي 12000 زائد، ونيجي نقول 1 على 20 في 10 اس 3
وبعدين زائد الواحد على 30 في 10 أس 3. باستخدام الآلة الحاسبة طبعا احنا هنطلع الناتج، يبقى احنا جبنا المقاومة الكلية. طيب وانا عندي ايه؟ عندي الفولت، والفولت كان 60. طيب القانون كان بيقول ايه؟ مش قانون التيار، كان بيقول ان الاي بيساوي الفي على الار. طيب الفي اللي هو الفولت، الفولت كان كام؟ كان 60. طب والار؟ انت هنا بتحسب التيار الكلي في الدايرة، يبقى المفروض ان انت عايز المقاومة الكلية في الدايرة. المقاومة الكلية في الدايرة اللي حضرتك هطلعها من هنا هيديني هنا رقم، الرقم ده هتقسم 60 على الرقم ده هيديني ان قيمة التيار الكلي يطلع 10 ملي امبير. بعد كده عايزين نتكلم على موضوع الباور. عشان نحسب الباور احنا عارفين ان القانون بتاع الباور بيقول لي ان الباور بتساوي الاي مضروب في الفي، او الفولت مضروب في التيار. طيب لو عايزين نحسب قيمة الباور المستهلكة في المقاومة ار واحد، يبقى هنقول دلوقتي الباور اللي موجودة في ار واحد مثلا بيساوي التيار بتاع ار واحد، والتيار الخاص في ار واحد كان 2 ملي امبير، يبقى هنضرب 2 ملي امبير مضروبة في الفولت اللي هيمر في الار واحد. احنا قلنا في البارلل الصافية، فان الفولت ما بين النقطتين دول هو الفولت ما بين النقطتين هنا، يعني ما بين على الفرع ده اللي هو الفولت على الفرع ده والفرع ده والفرع ده بالمثل برضو. طيب الجهد هنا كان كام؟ 60 فولت. يبقى هنضرب الاتنين ملي امبير مضروبة في 60، هيطلع انه 2 ملي امبير. طبعا هو هنا حاسب 2 ملي امبير اهيت مضروبه في 60 فولت هتديني 120 ملي وات، وحضراتكم عارفين انه الوات هو وحده قياس الباور. طيب لو انا عايز احسب الباور المستهلكه على المقاومه رقم 2، يبقى هنضرب التيار بتاعها في الفولت اللي ماشي فيها. التيار بتاعها كان كام؟ كان 1 ملي امبير. ادي ال 1 ملي امبير هنضربها في الفولت بتاعي 60 هتديني 60 ملي امبير. بالمثل مع المقاومة التالتة، هنضرب الخمسة من عشرة ملي أمبير مضروبة في الفولت اللي هو 60 هتديني 30 ملي. طيب لو أنا عايز أحسب الباور أو التوتال باور ديسيبيتد اللي هي الباور الكلية المستهلكة في الدائرة زي ما هو عامل كده، طبعا التوتال باور ممكن أقول لك 120 زائد 60 زائد 30 تجمعهم مع بعض، أو حضراتكم شايفين السطر الاول هو راح جاب الباور التوتال بتساوي الفولت التوتال اللي هو 60 مضروب في التيار التوتال. طب والتيار التوتال ده كان جابه ازاي؟ من فوق، مش احنا كنا لسه حاسبينه كان 3.5، يبقى ضرب ال 3.5 اللي هي التيار الكلي مضروبه في الفولت الكلي اللي هو 60 هيديني الباور الكليه 210 ملي امبير. ولو عايزين نجيب الباور لكل فرع فاحنا هنضرب تيار الفرع ده فقط في الفولت المطبق عليه. نيجي بقى للحاجة اللي هي صعبة شوية، يعني هي عبارة عن خلطة ما بين السيريز وما بين البارلل، فعشان كده بيسموها سيريز بارلل سيركت. هو شكل معين حضراتكم بتحفظوه. فمثلا هنا في حالة السيريز اللي فاتت كنا بنلاقي الدايرة كده، دي مقاومات وهنا تيار، وهنا مثلا ممكن يكون فيها أكتر من مقاومة، وهنا البطارية اللي موجودة عندي على السيريز، او ان المقاومة تكون مقاومة بارلل، مقاومة بارلل زي اللي موضحة امامكم، او هنا بقى ان هو يدمج الاثنين مع بعض. يعني مثلا ايه؟ نلاحظ كده ان المقاومة دي لوحدها هي المفروض ان هي على السيريز مع مين؟ مع المجموعة دي كلها. يعني المجموعة دي كلها لو احنا خلصناها وحولناها لمقاومة مثلا وسميناها ان هي R4، فالمفروض ان الاكويفالنت الخاص بيها هتكون على السيريز مع ار واحد. لكن لو حضراتكم بصيتوا كمان تلاقوا انه ار اتنين وار تلاتة هما الاتنين بارلل مع بعض، لكن محصلتهم عبارة عن مقاومة على السيريز مع ار واحد. طيب التيار اللي هيمر، في الار واحد هو الاي توتال، لكن التيار اللي هيمر في الار 2 والار 3 لا، هو عبارة عن جزء من الاي توتال، لان الاي توتال لما يجي هنا هيتجزأ، هيبقى معنى كده انه بيساوي اي ار 2
و i r 3. يبقى اذا ال i total زي ما هو كاتب كده بيقول لي بيساوي ال i r 2 زائد ال i في r 3. طيب الفولت نشوف، هو بيقول لي هنا انه في مجموعة من الخطوات اللي سيادتك لازم تعملها عشان تحل اي مسألة من البارلل سيريز بارلل سيركت. ايه بقى مجموعة الخطوات دي؟ نشوف، هو بيقول لي هات لي الاكويفالنت ريزيستنس المقاومة الكلية للبارلل برانشز. طيب فين البارلل اللي هم الار 2 وار 3؟ هنجيب المقاومة الكلية بتاعتهم اللي هي كانت ايه؟ اللي هي كانت حاصل الضربة على المجموعة. يبقى احنا دلوقتي هنروح نجيب المقاومة الكلية بتاعتهم، ادي المقاومة الكلية بتاعتهم اللي اسمها R equivalent E، وبعدين ارسم لي ال equivalent series circuit باستخدام ال RE in place of the parallel resistors. يعني نعمل الخطوة دي، يبقى انت جبت ال equivalent، ارسم دايرة جديدة وحط قيمة اللي هي ال R total R اسف اللي هي ال equivalent. بعد كده بيقول لك ضف للار اي اللي هي الايكويفالنت علشان تجيب التوتال ريزيستنس. الاثنين دول مالهم؟ الاثنين دول كده على السيريز متوصلين مع بعض، فالمفروض لو انا عايز احسب المقاومه الكليه للدايره هقول ان هي التوتال ريزيستنس هتبقى الار 1 زائد الار ايكويفالنت. بعد كده بيقول لك احسب لي الاي التوتال، الاي التوتال اللي هو بيمر في الدايره كلها. طبعا قبل ما انسى بس كده ان احنا نكتب ان الار توتال بتساوي ايه؟ بتساوي الار واحد زائد ممكن نقول مباشرة كده اللي هي كان حاصل الضربة بتاع الار اتنين مضروبة في الار تلاتة على مجموعهم اللي هو ار اتنين زائد ار تلاتة. طبعا دي تلاتة. نختصر القصة دي هنجيب الار توتال. طيب عايزين التيار، عشان تجيب التيار القانون كان بيقول ان الاي بتساوي الفي على الار. فين الفي اللي هو التوتال؟ طب فين الار اللي هي التوتال الخاصة بتاعتي اللي هي كانت عبارة عن الار واحد كده، وكان في هنا كمان مقاومة جديدة اللي هي الناتجة عن اللي هي الار توتال دي. بعد كده بيقول لك احسب لي الفولتج دروب في كل مقاومة من المقاومات اللي هو بيساوي الاي ار اي. بعد كده هنحسب التيار اللي بيمر في كل فرع من فروع الدايرة، والتيار كان بيساوي ال I بيساوي ال V على ال R. عايز أكد على حاجة هنا بس قبل ما انسى، انه احنا في حالة البارلل كنا بنقول الجهد على كل فرع واحد، فمعنى كده ان الجهد هنا من النقطة دي للنقطة دي هو الجهد من النقطة دي للنقطة دي. يعني الجهد على الفرع اللي بيمر فيه المقاومة R2 هو نفس الجهد اللي على المقاومة على الفرع اللي بتمر فيه المقاومة R3، لكنه ما بيساويش الجهد على الفرع التاء اللي هو على اليسار. ليه؟ علشان بقى فيه مقاومة اسمها R1. لو حضراتكم فاكرين الرسمة الأولانية بتاعة البيور بارلل كان هنا ما فيش مقاومة، إنما في السيريز بارلل فبيكون فيه هنا مقاومة، فمعنى كده إن الجهد هيقل شوية. طيب نرجع لشغلنا، بيقول لي احسب لي بعد كده اللي هي الباور ديسيبيشن اللي هي الباور المستهلكه. طبعا قانون الباور بيساوي الاي مضروب في الفي. اخر حاجه خلاص كده سبع خطوات. المفروض دلوقتي هو جايب تمرين، التمرين ده لو اتفهم يبقى هيتحل كل التمارين اللي زيه في الورق. فبيقول لي هنا قدامك دايرة الفولت بتاعك كان 24، المقاومة رقم 2 و 3 كانوا 18 و 9، والمقاومة 1 كانت 2 كيلو. بالمناسبة لو المقاومة هنا 2 كيلو أو حطها لك فوق هنا ما تفرقش. طيب احنا عايزين نجيب مين؟ عايزين نجيب الار توتال اللي هي عبارة عن محصلة أو المقاومة المكافئة للاتنين دول. نجيبها ازاي؟ دول مقاومتين ومقاومتين على التوازي، يبقى قانوننا كان بيساوي حاصل الضرب على الجمع. طيب يبقى احنا هنضرب ال 18 كيلو مضروبه في ال 9 كيلو ونيجي قاسمين على التوتال اللي هو 18 كيلو زائد ال 9 كيلو. هيطلع لي في النهايه انه قيمه التوتال ريزيستنس تطلع 6 كيلو. طبعا هنا الام دي اختصار كلمه اللي هي 10 اس 6 والكيلو 10 اس 3. فما نضرب كيلو في كيلو تديني 10 أس 6، لكن لما نجمع 18 كيلو زائد 9 كيلو تديني 27 كيلو.
جبنا المقاومة اللي هي 6 كيلو. جميل، نروح نرسم الدايرة الجديدة اللي هي الار ايكويفالنت، وهنا الفولت بتاعنا، وهنا المقاومة اللي كان اسمها ار واحد. عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نجيب المقاومة الكلية في الدايرة. يبقى هنجمع الستة كيلو زائد الاتنين كيلو تديني 8 كيلو. ممتاز، كده جبنا الار توتال. عايزين نجيب التيار التوتال. الاي التوتال بيساوي الفولت التوتال اللي هو 24 كيلو مقسومة على المقاومة الكلية اللي هي كانت كام؟ كانت 8 كيلو لسه حاسبينها. يبقى نقسم 24 فولت على 8 كيلو. هنقسم الأرقام على بعضها تديني 3. وقلت لحضراتكم لو الكيلو تحت في المقام كده يبقى المفروض انه هيتحول لملي. بعد كده عايزين نحسب الفولتج دروب، الجهد على كل مقاومة من المقاومات اللي موجودة في الار اي. الار اي اللي هي كانت كام؟ الار اي كانت عبارة عن مقاومتين اللي هي كانت اللي هي الار 2 ار 2 وار 3. كانت واحدة منهم كانت كام؟ واحدة منهم كانت 18 كيلو وواحدة 9. او اسف هنا كان عايز لا الار اي ديت اللي هي الايكويفالنت اللي هي كده. احنا كان عندنا هنا في المقاومه او الدايره اللي هي المكافاه ديت كان هنا 2 كيلو اوم وهنا كان 6 كيلو اوم. احنا عايزين نحسب الفولت على كل واحده. طيب الفولت بينجاب ازاي؟ الفي بيساوي التيار مضروب في المقاومه. طب التيار هنا كان كام؟ احنا هنا حولنا الدايرة البارلل لدايرة سيريز، فالمفروض ان التيار بتاعي كان 3 ملي. يبقى هنضرب 3 ملي اللي هو التيار اللي احنا حسبناه قبل كده اهوت، نضربه في قيمة المقاومة اللي 2 كيلو عشان نجيب الفولت. هنا هيديني 3 ملي في 2 كيلو، الملي ب10 أس سالب 3 والكيلو ب10 أس 3، يبقى هيطلع ناتج 6 فولت. طيب عايزين الفولت على المنطقة دي بنفس الأسلوب بالظبط. هنقول 3 ملي أمبير مضروبة في 6 كيلو فولت هتديني 6 كيلو اوم هتديني 18 فولت. يبقى هنا بقى كام؟ هنا 6 فولت وهنا 18. 6 و 18 6 و 18 24. لو حضراتكم لاحظتوا تلاقوا انه الفولت الكلي هو 24 فولت، واحنا كنا بنقول اما الدايرة اللي موجودة عندي دايرة سيريز فالمفروض ان الفولت كان بيتجزأ، علشان كده بقى ده 6 وده 18، مجموعهم كام هنا؟ 24. طيب ايه اللي بقى لنا؟ اللي بقى لنا ان احنا نحسب التيارات اللي بتمر في المقاومات ديت والفولت على كل واحدة. طب امال احنا جبنا ايه؟ لا اللي احنا جبناه ده التوتال بتاعهم، جبنا الفولت عليهم كلك هما الاثنين. طيب هنا بيقول لي انه مجموع، طبعا هنا بيأكد كلامنا هوت، ال 16 زائد 8 او اسف ال 18 زائد 6 تدينا 24 فولت. ناقص خطوتين اتنين. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحسب البرانش كارنت، التيار اللي بيمر في كل فرع من فروع المقاومه اللي هي الار اي. هنحسبه ازاي؟ هنيجي نرسم كده. طبعا كان في مقاومتين اللي هما كانوا كده، كانت واحده منهم 18، واحده منهم 9 كيلو والتانيه كانت 18 كيلو. طيب احنا عشان نحسب التيار، القانون مش كان بيقول ان الاي بيساوي الفي على الار؟ طيب والفولت اللي داخل المنطقه دي كام؟ هل الفولت اللي داخل هنا في المنطقه دي هنا مثلا هو 24؟ لا، انا قلت لحضراتكم وجود المقاومه دي بيخلي الفولت اللي بيطلع هنا بيقل، ما بيبقاش 24. طب بقى قيمته كام؟ ما احنا حسبناها، مش احنا حسبنا الفولت اللي كان موجود هنا كان تقريبا 6 والفولت اللي بيمر في الايكويفالنت كان 18 من الخطوه اللي قبل كده. يبقى اذا هنيجي نقول هنا انه التيار اللي بيمر في المقاومه الثانيه بيساوي الفولت بتاعي على قيمه المقاومه. طيب قيمه المقاومه كانت كام؟ كانت 18 كيلو مثلا. طب والفولت بتاعها كان كام؟ 18. يبقى 18 فولت على 18 كيلو هتديني 1 ملي امبير. طيب عشان نجيب التيار اللي بيمر في الفرع الثاني هنيجي نستخدم نفس القانون بالظبط ونقول ان الفولت بتاعي اللي هو 18 فولت مقسوم على 9 كيلو هيديني 2 ملي امبير. نلاحظ تاني ان التيار اللي بيطلع هنا هو مجموع التيارين. احنا كنا حاسبين التيارات فوق كان ان التوتال بتاعي كان 3 ملي امبير. واحنا
احنا عارفين انه في حالة البارلل فالمفروض ان التيار بيتجزأ، يعني التيار اللي بيبقى جاي من هنا اللي اسمه اي توتال المفروض ان هو هيساوي التيار اللي بيمر في الفرع ده زائد التيار اللي بيمر في الفرع ده. احنا طلعنا ان ده 2 ملي وده 3 ملي، والناتج هنا كان كام؟ كان 5 ملي. يبقى كلامنا كده كله مظبوط وكله بيأكد بعضه. اخر نقطة عايزين نحسب الباور المستهلكة اللي هي الباور الديسيبيتد. عشان نحسب الباور الديسيبيتد هنقول ان الباور التوتال بتساوي التيار التوتال اللي كان قيمته 3 ملي امبير في الفولت الكلي كان 24 فولت. 3 ملي في 24 هتديني 72 ملي امبير. طيب عايزين نحسب الباور اللي بتستهلك في قيمة في المقاومة الاولانية، مثلا في المقاومة دي يبقى التيار اللي بيمر فيها، التيار هنا غير التيار هنا غير التيار هنا. التيار هنا هو التيار الكلي اللي كانت قيمته 5 ملي امبير. نشوف كده، التيار اللي بيمر في المقاومة كان 3 ملي امبير، كان 3 ملي امبير هنضربه في 6 اللي هي قيمة الفولت بتاعها هيديني 18 ملي امبير. الباور اللي موجودة على المقاومة التانية اللي هي هتكون قيمتها كام؟ بتساوي الفولت في التيار. الفولت كان 18 فولت، كان 18 فولت لانه حصل فيه تجزيء مضروب في قيمة التيار اللي هو 1 ملي امبير. اللي على التالتة اخر حاجة واحدة خالص المفروض ان الفولت برضو كان ثابت، كان 18 فولت، وهنا كانت قيمة التيار كان 2 ملي امبير هيديني 36 ملي وات. تمرين تاني، هنا اختلفت الامور شوية، مديني برضو مقاومتين على البارلل، ادي الاثنين على البارلل، وهنا المقاومتين دول متوصلين مع ده. احنا ممكن نعتبر الاثنين دول توالي سيريز، يعني لو احنا جبنا الباور سورس ده نقلناه في المنطقة ديت وخدنا المقاومة دي مع المقاومة دي خلاص، اهو زي ما عمل هنا بالظبط اهوت. فهو اول حاجة ايه بيقول لي دلوقتي هات لي قيمة الار توتال اللي هي المقاومة الناتجة عن الاثنين دول عشان نحولها لسيريز. هنقول حصلت ضربة على الجمع، يعني نضرب 3 كيلو في 7 كيلو على 10، 3 في 7 21 على 10 تبقى 2.1 من 10 كيلو اوم. كلام مظبوط. نيجي بعد كده نرسم الدايرة الايكوفالنت او الدايرة المكافئة اللي هي الرسمة دي. فيها عملنا ايه؟ المقاومات اللي هي السيريز سيبناها زي ما هي مع الباور سورس، ولغينا موضوع البارلل خالص واستبدلناه بالمقاومة الجديدة. اوكي، عايزين التيار الكلي. التيار الكلي اللي هو الاي بيساوي 10 ملي امبير. جابوا ازاي؟ ال 10 ملي امبير بتساوي الفي على الار التوتال. طب والتوتال كانت كام؟ مش كانت 2.1 من 10؟ لا، التوتال مش 2.1 من 10، التوتال هي 2.1 من 10 زائد 9 من 10 يعني 3، وواحد كيلو تبقى 4. يبقى المفروض ان هي تكون 4 كيلو لانه المقاومات هنا بقت دلوقتي على السيريز، يبقى هنا 4 كيلو. طب والفولت كان كام؟ كان 40. يبقى هنقسم 40 فولت على 4 كيلو هتديني 10 ملي امبير. صح، كلامنا مظبوط لغايه دلوقتي. الخطوه رقم 5، احسب لي الفولت دروب على كل فرع من الفروع. عشان نحسب الاي اللي بيمر في الار واحد هنساوي كام؟ الاي بيساوي في على الار، اسف ده بيساوي الاي في الار، الفي بيساوي الاي في الار. طيب فين الاي بتاعنا؟ الاي اللي كان بيمر في المقاومة الاولانية اللي هي الار واحد كان قيمته كام؟ كان قيمته 10 ملي امبير. بقى هنضرب هنا ال 10 ملي امبير هتنضرب في قيمة المقاومة الأولانية اللي هي قيمتها 1 كيلو، يعني معنى كده ان الناتج هيطلع كام؟ ملي امبير مضروب في الكيلو طيروا بعض يديني 10 فولت. طيب المقاومة اللي هي R4، المقاومة R4 اللي هي دي هنيجي ضاربين برضو التيار اللي كان 10 ملي امبير مضروب في 9 من 10 هتديني 9 من 10 في 10 هتديني 9 فولت. المقاومة الإكوفلنت اللي هي دي الفولت اللي بيمر فيها كان كام؟ هنقول بيساوي 10 ملي أمبير بالمثل برضه مضروبة في قيمة المقاومة اللي هي كانت 2.1 من 10، يعني هتديني 21 فولت. وكنا بنأكد هنا إنه مجموع الفولتات هنا
اللي هي 21 و9 تبقى 30، 30 و10 تبقى 40، هي الفولت الكلي الخاص بالسورس. يبقى كده احنا ماشيين سليم. نيجي في اللي بعدها بيقول لك احسب لي الكرنت اللي بيمر في كل برانش. الكرنت اللي بيكون بيمر في كل برانش يبقى هنقول الاي بيساوي الفي على الار. طيب هو عايز الفي على الار، الفي في حالة طبعا احنا بنتكلم على الار ايكويفالنت اللي هي الاثنين دول، وعرفنا ان الجهد اللي بيمر في الار ايكويفالنت كان كام؟ كان 21. يبقى هنقول 21 مقسومة على قيمة المقاومة الاولانية اللي هي كانت قيمتها 3 كيلو. 21 على 3 كيلو حضراتكم هيطلع 21 على 3 تديني 7 ملي امبير. يبقى كلامنا كده مظبوط. التانية نفس الاسلوب بالظبط، هنقسم ال 21 فولت مقسوم على قيمة المقاومة رقم 3. فين المقاومة رقم 3؟ كانت 7. يبقى نقسم ال 21 فولت على 7 كيلو هتديني 3 ملي امبير. حضراتكم فاكرين التيار الكلي اللي هو التوتال هنا كان كام؟ كان 10. طيب هل لو جمعنا التيارات على الفرع الار 2 وار 3 هيطلع 10؟ 7 و3 طلع التوتال كام؟ 10، زي ما هو بيقول كده. عايزين نحسب الباور الديسيبيتد في كل فرع من فروع الدايرة. يبقى هنقول الباور التوتال بيساوي التيار التوتال اللي كان 10 ملي امبير مضروب في الفولت الكلي اللي هو كان 40. هنضرب 10 في 40 تدينا 400 ملي امبير. ممتاز. المقاومة الار واحد، الار واحد دي كان التيار اللي بيمر فيها هو التيار الكلي في الدايرة اللي هو كان 10 ملي امبير، والفولت اللي عليها كان 10. يبقى 10 في 10 يطلع ملي، 10 في 10 يطلع 100 ملي وات. طيب المقاومة ار اتنين، خلينا في ار اربعة الاول، لان ار اربعة ار واحد وار اربعة بيمر فيهم نفس التيار اللي هو التيار الكلي اللي هو 10 ملي امبير. يبقى هنضرب كام؟ العشرة ملي امبير تنضرب في الفولت اللي بيمر على المقاومة رقم اربعة اللي هو 9. 10 في 9 تديني 90 ملي وات. 90 ملي وات ناقصتنا مين؟ الاتنين دول، الاتنين دول اللي هم 147 ملي وات و63. ده جابهم ازاي؟ هيقول الاي بيساوي الفولت في التيار. طيب التيار اللي كان بيمر في الار 2 كان 7 ملي امبير، هنضربه في الفولت اللي كان بيمر في الار 2 او الاسف اللي هو الار اكويفالنت. هنضرب السبعة في 21، 7 في 21 هتديني 147. علشان نجيب الباور ديسيبيتد الباور المستهلكة في المقاومة ار 3 هنضرب الفولت برضو اللي بيمر فيها اللي هو كان 21 فولت مضروب في التيار بتاعها تقريبا اللي هو كان 3 ملي امبير زي ما هو موضح قدامكم. هتلاقي الناتج يطلع 3.6، يطلع 63. لو جمعنا الباور في كل العناصر هيديني 400 ملي وات اللي هي الباور الكلية. ودي اهم النقاط اللي موجودة في التوتوريال دوت. اللي باقي كل جزء نظري. شكراً.